تحياتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، أجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. أجواء رائعة غير عادية من ملعب بيراريو، صورة تتكلم عن نفسها بصراحة. ملعب يتواجد بجانب النهر، طبيعي أن تكون كل مناظر رائعة وجميلة بهذه الصورة. الله على هذه الأجواء. بداية أحداث اللقاء، ميسي تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يلعب كرة بينية، كريستيانو رونالدو في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. ميسي يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كريستيانو رونالدو، ميسي يلعب كرة على اليسار، لمسة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. ميسي يحاول أن يلعب كرة بينية، هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ ميسي يلعبها للجانب، تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. كريستيانو رونالدو ويمر يلعب كرة بينية، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كريستيانو رونالدو، تدخل رائع جدا. ميسي يلعب كرة بينية، تمريرة خطيرة لكنها بعيدة. كريستيانو رونالدو، لمسة على اليسار. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ وبعد ذلك تتحول إلى كورنر. يبعدها بقبضة يده. ميسي لمسة بينية، كريستيانو رونالدو يحصل عليها. ميسي يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، يمر يلعب كرة بينية. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. مباراة مغلقة من الطرفين، كثير من التحفظ، الكثير من التراجع، نتمنى أن نرى المزيد من الفرص في الشوط الثاني.
كريستيانو رونالدو يلعبها على اليمين، يلعبها طولية. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ حصلوا على ركنية. كريستيانو رونالدو، وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما. عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. ميسي يحاول تمريرها من بين المدافعين. الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. ميسي لمسة بينية، يحاول أن يلعب كرة بينية. خسر المواجهة أمام خصمه. كرة طويلة إلى الأمام، يلعب عرضية داخل الثمنتاش. ميسي هجمة مرتدة الآن، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. أمام فرصة للتسجيل، إمكانية مرتدة الآن. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. هل هو تسلل؟ قرار الحكم المساعد. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كريستيانو رونالدو يلعبها لمنطقة الخطر، عرضية داخل. كريستيانو رونالدو لن تسبب أي إزعاج الحارس. ميسي محاولة أخيرة من أجل خطف الانتصار. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. كريستيانو رونالدو، ميسي يبحث عن زميله. انتهت المباراة إذن، بقي ركلات الترجيح أو ما يعتبر بركلات الحظ، سننتظرها وإياكم. رغم الاندفاع البدني القوي الأداء الكبير، لكن النتيجة لا زالت 0-0. مباراة 0-0.